النيلة هي مدن العالم، لكل منها تاريخ وحضارة يختلف عن الأخرى حتى لو كانت جارتها. رح ناخذكم في رحلة على متن القطار لنكتشف هذه المدن ونزور معالمها ونلتقي أهلها القادمين من بلدنا يسوي هذا الشغل واللي أبدعوا ونجحوا في هاي المدن رغم الغربة. ويستمر الترحال على طول سكة واحدة تأخذنا من بلد إلى آخر حتى نوصل محطتنا التالية. في بوخارست تلقب بباريس الصغيرة، وفقط لوجود قوس النصر اللي يشبه ذاك الموجود في باريس، إلا أن شوارعها تشبه بشكل كبير شوارع باريس المشهورة. يوجد فيها أكبر مبنى مدني إداري في العالم وأكثرهم تكلفة، ويعرف بقصر الشعب. يطلق عليها مدينة المتناقضات، لأن زائرها يا أما يحبها يا أما يكرهها. ويبتر فيها الكلاب السائبة اللي يجب الحذر منها. وللرومانيين طقوس عديدة وغريبة راح نتعرف عليها خلال حلقتنا. بوخارست أو بوكرشت كما تلفظ بالرومانية هي عاصمة البلاد وأكبر مدنها ومركزها السياسي والصناعي والتجاري. تبلغ مساحتها حوالي 226 كيلومتر مربع، ونسبة سكانها تزيد عن 2,300,000 نسمة. تقع بوخارست في جنوب شرقي البلاد على ضفاف نهر ديمبوفيتسا. بالإضافة لذلك فهي لا تخلو من البحيرات والمناظر والمتنزهات الجميلة اللي راح نتعرف عليها سويا. ابقوا يانا. المعالم التاريخية في رومانيا، شيد لعام 1895 على طراز النهضوي الفرنسي من قبل المعماري ألبرت فولو، واحد من أشهر المهندسين المعماريين في أوروبا في القرن 19. صمم هذا القصر بشكل أنه تحتوي الواجهة الأمامية إلى 6 أعمدة ومجموعة من التماثيل، يحمل كل واحد منها مسمى قضائي مثل الحق، القانون والعدالة. Ok. Ah, comme ça. Comme si, comme ça. S'il vous plaît. Yeah. Ici. Ok. Ça va? Ça va. Ok. Pas besoin. فلاد دراكيلاتشي هو واحد من أشهر الحكام في التاريخ الروماني، وهو من أسرة حاكمة. والدة عقد هن مع الاحتلال كان واحدة من
من يعني شروط الهدنة أنه ينطي أولاده الاثنين للحاكم العثماني كدليل على حسن نيته. فدراكولا اللي هو نعرف بعدين باسم دراكولا يعني فلاد كله ما حلو. هذا التمثال هو واحد هو الحاكم اللي ما كانوش يطيقوه لانه كان ياخذ تاكسز كثير عاليه. لا ما كان يعذبهم يعذب الجنود العثمانيين وكانوا يسموه دراكولا. لا بالضبط انه القصه انه هو الحاكم كان يعذب الجنود العثمانيين يعني كان شرس كثير يحب الدم يشرب دم يعذب الجنود يعذب الاطفال. وكيف خلصت كيف نهايته كانت من قتل قتلوا انه كيف صار الشيء؟ هذا سؤال وجيه كيف ما قتل؟ فالاب فقد هدنويا العثمانيين اللي حسمت توفى بمعركه ضد العثمانيين بخرس واولاد الاثنين. هذا كان كل الشيء ما يقبل الى ليك عنيد ما يقبل يخضع تحت بالسجون العثمانيه ورجع حاكم مو طبعا لازم يشرح ايش يعني وهي هاي القصه مالته. اوكي باي باي. وهاي القصه أمام جامعة بوخارست هو مو لغرض سياحي، لكن أنا اليوم عندي موعد مع طالب عراقي يدرس في هذه الجامعة في قسم الهندسة المعمارية. ضيفنا إجا لبوخارست قبل حوالي 3 سنوات، لكن قدر بهذه الفترة الوجيزة أن يندمج ويا المجتمع ويشق طريقه نحو النجاح. ابقوا ويانا حتى نتعرف عليه أكثر. مرحبا. شلونك مروان؟ شلون الصحة؟ هلا تعبانين هلا بستارت. شلون اخبارك؟ والله زين الحمد لله. شلونك؟ بقينا ندور عليك. الجامعة كبيرة؟ والله هي كبيرة كبيرة اي ويا القاعة الرئيسية يسوون بها برزنتيشن محاضرات هنا فأتصور هي هاي يعني بلشت فيها التأسيس اللي من 1925 بلشت تقريبا. يعني مهندس معماري خريج جامعة بغداد 2009. بعد التخرج اشتغل مدة سنتين، بعدين صار عندي فرصة أن أجي أدرس هنا، إنه أدرس عمارة دايركت يعني مباشر. أول ما جيت أنا قفت شوك صدمة لأنه يعني طلع إنه ما موجود عندهم هنا باللغة الإنجليزية كبروجرام. سويت بهالحالة؟ سويت بهالحالة، رحت درست روماني. أوكي. إي والله يعني طبعاً سووا امتحان أدميشنز ما دخول للجامعة. تخيل الفكره انه امتحن ويا كل الطلاب رومان واني توني مخلص لغه يعني اوريدي كنت من اكتب يعني كوميدي يعني من اكتب الاستاذ يقرا يتونس يعني صدق يتونس عليه. سؤال كان على مدينه نختارها نتكلم عنها. اوكي. ف جاوبتها زين بالامتحان يعني ثاني عليهم انا طلعت. عن اي مدينه حكيت؟ عن بغداد. اكيد مو طبعا عن بغدادي. حتى اول سؤال سالته قلت له يعني شرط مدينة داخل روماني أو أي مدينة؟ فقال أي مدينة على ورقة على رأساً رأساً عرفت يعني أي. شنو مشروعك هسه بالماجستير اللي طارحه أنت؟ مشروع اللي أنا هسه أشتغله هو مدينة بغداد كمدينة كومباكت مضغوطة دايفرسيفايد متنوعة بنفس الوقت مستدامة. يعني هو شوية موضوع معقد. معقد كل مو بس معقد وإنما في بعض الأحيان يعني أحس نفسي ورطت نفسي في مشروع صعب إلى أساتذة يعني هو أوردي صعب أوردي ما عنديش داتا بيس تشتغلين عليها. صحيح. يعني هسه أي مدينة أريد أي معلومة عنها فوتين بالإنترنت كل شيء أوكي. فقمت أعتمد على المصادر أكثر شيء اللي مثلا من الأمم المتحدة. أكو بعض اللجان المتحدة
واكو مصادر. بس هذه هم يعني ممكن تكون قديمة يعني ما يجددوها سنوياً. بالضبط بالضبط، يعني اكو مصادر عندي ترجع مثلاً إلى 2006 2007، بس احنا مثلاً شو نسوي؟ نقارن شنو اللي صار مثلاً 2006، شنو المشاريع اللي تحققت؟ فممكن تكون زادت أو قلت. وإذا ما تحقق أي شيء فمعناته الحاجة زادت، حاجة زادت. يعني مثلاً من نقول معدل الإسكان مثلاً محتاجين على سبيل المثال 1,000,000 وحدة سكنية، هذا مثلاً سنة 2006. لما 2008 ماكو مشروع أنجز طريقة كاملة، مو معناته إنه هاي 1,000,000 وحدة سكنية صارت 500,000 هسه، لا، معناته صارت 1,000,000 يعني. جزء من تراثنا. صحيح. هذا الآشوري. مكتوب أسيريان. أسيريان بالضبط. أذكر أنا شايف هيك شيء. هاي المكتبة. هاي المكتبة الرئيسية مال الجامعة.